تكونوا في احسن حال. اليوم غنقدم لكم الخبزه المدفونه اللي كتحضر في الصحراء ومشهوره عند الناس تفيلات وحتى في مكناس عندنا مشهوره. كل ما كنحتاجو عندي هنايا واحد 250 غرام ديال الطحين، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، والملحه اللي تكفينا لذاك الدقيق. ثم عندي بالنسبه للحشوه عندي بصله مشلوطه، عندي فلفله حمراء وخضراء مقطعه، عندي شويه ديال المعدنوس، وعندي واحد الكميه من اللحم اللي كنقطعو لطريفات صغار باش يطيب لنا في الفران، وعندي واحد البيضه مسلوقه محكوكه. وبالنسبه للعطريه كنحتاجو الملحه وشويه ديال البزار والكمون والشاونيه. اذا غادي نشرمل كل هاد العناصر بوحدها بوحديتها، غادي نشرمل اللحم بوحدو بنفس العطريه بهاد اللي قلت لكم، ثم غادي نشرمل غادي ندير العطريه البصله ثم هاد الفلفله، وكل ما غادي نخلطهم شويه ديال الملح. اولا غادي نعجن العجينه، انا غادي نوريكم كيفاش غادي نعجنها، وغادي نمروا للحشو. الان اخواتي ديال العناصر ديالنا بعد ما شرملناها، هانتوما تشوفوا اللحم شرملناه شكل القطبان، البصيله هي مشرمله، الفلفله ما عدا البيض ما يمكننا نزيدو فيه حتى شي حاجه. وبالنسبه للعجين ديالنا عجنتها ودلتها مزيان كما موالفين كتشوفوني، اذا شكلت منها جوج خبيزات وشطت لها هذيك، وهذا هو المول اللي غادي نديرو فيها. انا دهنتو بشي شويه شي تاع الزبده، انا غادي نطلق العجينه قدامكم وتشوفوا الطريقه نتاع الحشو ديالها. اذا على بركه الله غادي نبدا. اذا خديت واحد الكويره الاولى غادي نطلقها مزيان، ما نحاولوش نرققوها بزاف لحقاش اللحم تياخذ له وقت في الطياب. إذا غادي ناخدها وغادي نثبتها في الغطا، هنا عندي بلاطة مربعة نحاول نطلقها فيها بشكل مربع. وغادي نبدا ندير الحشوة بالطبقات. إذا أول حاجة غادي نديرها هي البصلة، ما نحاولش اننا نعمر حتى الجوانب لحقاش غادي نعاود نطويها. كما خدت اللحم وهنا غادي نزيد شي شويه نتاع الزيت، ثم غادي نغطي داك اللحم بالفلفله. في الاخير غادي ندير شويه نتاع البيض، هذا البيض اختياري اللي ما بغاش ما يديروش، اللي ما عزيزش عليه البيض. هكا شويه هكا سنا شويه ديالنا. ونعاود ندير شويه ديال الزيت من الفوق. اذا غادي نوضعها وغادي نحاول نطلق الكره الاخرى. وفي الاخير غادي نغطيها بها. غادي نحاول ناخذ الطرف من العجينه التحتانيه ونلوي على الفوقانيه بهذا الطريق باش ما تخرجليش الحشوه. وكلنا هكا اوكي واخا صافي. غنخليها ترتاح باش نعاود نطلقها مزيان، وغادي ندهنها بشويه ديال البيض من الفوق ونديرها في الفرن. يا اخواتي هذه هي المدفونه ديالنا بعد ما ارتاحت، هانتوما تشوفوا عليها اثر ديال الخميره. غادي ندهنها بشويه ديال الصفار البيض، عملت غير الصفار البيض، وغادي نزينها بشي شويه ديال الزنجلان وندخلها طيب على نار مهيله لحقاش اللحم شويه خصو الوقت باش ما طيبناش العجينه ويبقى الداخل ديالها خضر. غادي ندهنها لحقاش
لا ما انا عجبنيش دابا صافي. تمام ليه مامي تمام. اذا غادي ناخذ واحد القطب ديال العود غادي نثقبوه به وغادي ندردر عليها شويه ديال الزبده. اذا هذا مزيان تيبقى اختياري كل واحد كاين. اذا غادي ندخلوها للفران ونتلقاو باش نشوفو كيفاش غادي تجي. خواتاتي هذه هي المدفونه ديالنا بعد ما طهت، هانتوما تشوفو كي تجي طايبه مزيان. نقطع لكم منها طريف من الداخل شوفو. اذا اخواتي كما قلت لكم شوفو كي تجي من الداخل تجي طايبه مزيان. هانتوما تشوفو الطبقات اللي درنا ها هي تجي طايبه. نتمنى تجربوها. والنصيحه اللي نبغي نوجه لكم قبل ما نساليو هذا الفيديو هي عطيوها الوقت الكافي باش تخمر، وفي الفران ما تجهدوش عليها الفران باش خاصه بالنسبه للحم، فاللحم تيحتاج الوقت باش يطيب، فعطيوها الوقت الكافي. ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم وما تبخلوش علينا بلي لايك.